هسه لازم نطلع. وين نطلع بريك ثاني؟ اكو محل نروح نقشوي ونرجع. استاذي شلون الكاونتر اجت مو تمام؟ شلون؟ لك خوبي اني ما حد يتجرأ ويقول لي وضعيتك مو تمام، افتهمت؟ انتو تعرفوني كل الزين، انا ما اقبل واحد يقول لي وضعيتك مو تمام لو بشي زين، ما اقبل واحد يتامر بيه. من رخصك استاذي، انا مو قضيه تدافع الهوبي، بس الولد ما حكى شيء غفك. بس هو من رخصتك استاذي، هسه سالفه البارحه وضيعتوها علينا، شو تقول اليوم نطلع؟ طبعا نطلع اكيد. زين استاذي وين توجع؟ على القتل، البوك، سليب؟ بسوم انت الك الصافي. احبك استاذي. نروح هناك وتعرف كل شيء. هاي اكبر صيده راح اعيش فيها، بس لازم افكر بكل خطوه اخطيها. وجهت للحلق ما تتفوت لك حازم. وين ما اخلي شغله اجي ادور عليها ما القاها. شلون هسه يا ربي؟ الله يسعدك خوي حبيبي، صلحت البايسكل؟ اوه بد قلبي والله بعدني، ويحتاج له اي شغل. يعني هو ما يحتاج لاخوي، هو هذا الزنجيري فلت والتاير بي بنشر. تعال اقتلني احسن لك، اذا ما عجبك هذا بايسكل اخذه وتوكل على الله. لا عاد شنو خابص الدنيا ومصلح؟ تضحك على العالم انت شنو؟ تجيبه يروح يروح طوافت قلبي. هي يا حميش حصلت من كثر هاي المجادله مقابلها ليل ونهار، من خرب حظي لازم اشوف له مكان ثاني لانها حي صارت هوسي. ماشي سجلها يمك وبدنا نتراسل. انا هسه لازم اروح للصيدليه. يلا ماشي باي باي حبيبي. هاي ويا من تحكين؟ وانت شكو؟ الحمد لله من كمل محلي. هسه ارتاحت من ناحيه الشغل. السلام عليكم. عليكم السلام. تفضل اخوي. شاحن جالكسي بس كون شاحن اصلي. بالخدمة حبيبي موجود. قد السعر؟ سعر الشاحن الاصلي 10,000 دينار. تفضل. دولا من بالسيارة. عندهم يفترون يم محلي. خويا شنو عباراتنا كلها مقطعة؟ اي والله ملينا. وانا شعلي يا بايراتكم. قابل اسر لكم حارس؟ انا كل شغله شغل المولد واطفي. عمو حازم نسلم عليك بابا يقول شغلنا اليوم مباشر ونعطيك حسابك. حبيبي جيب فلوس وتعال، بدون فلوس ما شغل. ما شاء الله شلون بردات شلون قنفات. طبعا تاجر وعنده معمل وفوقها عنده مولد بخت. ايه خمامة الحظ. هلا شلونكم محمود؟ بعد قلبي شلون عيني انتي؟ شلون صحتك؟ تفضلي هذا شاي المهيل. بعد قلبي عيني انتي شلونكم؟ والله زينين يا ام محمود. عيني ام نور اجيت اني اريد بنتك نور. اي الولد جوارينا سعدون. سعدون ومن قال سعدون؟ ولد جيراننا ومثقف ومدرس، اريد بنيتك نور له. والله يا ام محمود جيتيك على عين وعلى راس. سالم راسك. بس احنا بيتنا ما نعطيها الا دكتور. حلو امك موجوده بالخط صح لي يا هو. انا سعدون جيرانك. باي باي. اه شنو باي باي؟ شو اسمك؟ سعدون. سعدون قول اون. اون شنو؟ قول اون. صح لامك شنو؟ قول اون. اون. تعال ورا العيد. هلا تعال ورا العيد. صح لامك. شو تدري من عندها؟ عندي شغله وياها. شوف سعدون اوقف هنا ولا تحرك. واقف هنا بس امشي صح يا اشبعك كتر ذا اتحرك. يلا امشي قول هون. هون باي باي. شلونك حبيبتي؟ هاي مفاجأة مو؟ اي حبيبي احلى مفاجأة من اشوفك. اليوم انتظر شو نحكي على الماسنجر. صار قد ما تريد راح احكي لك. اوف انا ما اشبع منك شلون الصبح. مش نور انا اول ما شفتك حبيتك ودخلت قلبي. صدق حازم يعني تحبني وتضحك علي؟ لك سويت خبلني. اي يا اخوش وارد حصلت بس كون باكر بنفس الوارد. والله ها شغله بالباكيت. يلا يا
حيبرد يصير مطيب. انت عندك كل شيء مطيب، خليني ساكتة احسن لي. بابا باعي هاي الفرمة تحترم. كافي عيب، شنو هاي؟ ابوك كان تعبان ومريض، لا تسوي المشكلة. سمو بسم الله، يلا. حبيبي محمود، يما محمود شو تريد تسوي؟